فضيلة الشيخ، وصل إلى وصلت إلى مزدلفة بعد منتصف الليل، هل يصح لي صلاة أو أصليها قبل؟ إذا خشى الإنسان بعد انصرافه من عرفة أن لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فإن الواجب عليه أن يصلي ولو في الطريق، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل.